أكبر الكهوف البركانية أنابيب عملاقة تحت الأرض كونتها أنهار ضخمة من الصهارة البركانية. انتشر خبر اكتشاف كهف عملاق يتجاوز طوله 3 كيلو. هذه المغارة لم يعرف طولها الهائل إلا قبل سنتين في 2020. غرب الحائط وقريبا من خيبر يقع الكهف الأكبر، كهف ماكر الشياهين، عبارة عن جزء بسيط من أنبوب بركاني ضخم وعملاق قديم ولا يزال مجهولا تحت الأرض. وهذه بداية النزول في أكبر الكهوف البركانية في القارة السعودية. خير جماعة، الأنبوب البركاني هذا هو مجرى الصهارة البركانية اللافا. درجة حرارة اللافا أثناء الجريان تصل إلى 1200 درجة. لا إله إلا الله، والله يا جماعة المنظر خيالي بدون أي مبالغة. يا سبحان الخالق العظيم. حرة خيبر أو حرة بني رشيد تعتبر من أكبر الحقول البركانية في السعودية. بصراحة الكهف أسطوري والمكان غير عادي، شعور الدهشة معك من دخولك إلى خروجك. الكهف متعرج يضيق ويتسع، يرتفع وينخفض، تمشي داخل متحف للفنون الطبيعية، تجويفات صخرية وأشكال هندسية وأسقف ملونة. كيف كانت قوة وكمية الحمم البركانية أثناء تكوينها لهذا الأنبوب؟ بحثت حتى في جزر هاواي وفيها أشهر وأقوى البراكين، ما لقيت أنبوب بركاني بهذا الشكل وهذا الارتفاع. خلاص تقريبا احنا في الأمتار الأخيرة. هات عندك ضيق تياما رهيبين. طبعا هي النهاية. خلاص ترك من الناس القلائل اللي وصلوا إلى نهاية الكهف الحقيقية. استمتعنا وبنفس الوقت جدا تعبنا، لكن جدا مغامرة والله تستاهل. دخلنا يا جماعة في عالم مختلف وكوكب آخر. ماكر الشياهين أسطورة الحرة،